مرحبا بكم ليكيب ديما مع الابل توجور مع لي سيرفيس هاي كلود في الفول باي باس. اليوم رانا مع تريس برو راح نفوتوه فول باي باس تاع كليون. جابوا لنا بعد ما فهمنا في الفول باي باس واش كاين، قلنا له باللي تقدر تفورماتي على نفس الميزاجور، اوكي طلع ميزاجور ما تفورماتيش. تابع الفيديو للاخر كيفاش نديروا له اكتيفيت. الناس اللي مهتمه باللي سيرفيس فول باي باس عندك من الاكس ار لل15 برو ماكس واللي زايباد في الواي فاي وسيلي لا من 2017 حتى 2023 في اخر بروسيسور ام. الوقت راح يكون من يوم حتى 3 جور حسب الباتش. ليزي طاب سهلين كما عودناكم، راح طلع ميزاجور الاخر في الديسات، ومن بعد تفتح لابليكاسيون تاع الايرون موفل راح ديزاكتيف الانتي فيروس وجدار الحمايه قبل ما دير اكستراكت الايرون موفل. ومن بعد تفتح الايرون موفل تاعك تبرونشي تليفون وتستنى شويه راح يتشيكي لك الايرون موفل تليفون تاعك ويشوفوا لك اسكو سيبورتد ولا لا. اذا سيبورتد راح تبعث لنا النيميرو سيري ديال البيمو تاعك وتستنى من يوم حتى 3 جور. اذا راك مهتم بالسيرفيس تاع الفول باي باس ادخل الانستغرام تاعنا دير ابوني وكونتاكتنا من فماك، رانا حاطين لكم لوكاليزاسيون وحاطين لكم لي كونتاكت تاعنا. المقر تاعنا راهو في حاجه تي باز، تقدروا تبعثوا لنا مع شركه التوصيل ولا تجونا الحانوت. مرحبا بكم والسلام عليكم.